حياكم الله، هذه نشرة الأخبار الرئيسية من قناة سما الفضائية في دمشق، نبدأها بالعناوين. هجوم جديد على قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي. ومع استمرار جريمة المحتل التركي بقطع المياه، جهود حكومية لإيجاد حلول للأزمة في الحسكة. ارتفاع عدد ضحايا الحريق داخل مركز عزل لمصابي كورونا في العراق إلى 110. بأن الشعب السوري هو شعب واحد في خندق واحد في مواجهة الإرهاب والعمالة والخيانة. لن ترجعي يا سوريا، لن ترجع الشمس فيك، لن ترجعي يا سوريا. أهلا بكم. واصل مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية جرائمهم ضد الأهالي في مناطق انتشارهم بريفي الرقة وحلب الشمالي، وأقدموا على اختطاف عدد من المدنيين وابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم. وذكرت مصادر محلية أن مرتزقة الاحتلال التركي مما يسمى الجبهة الشامية اختطفوا 3 مدنيين من مدينة تل أبيض الواقعة بريف الرقة الشمالي، وقاموا بابتزاز ذويهم وطلب فديات مالية باهظة مقابل الإفراج عنهم. استهدف هجوم جديد قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، وذلك للمرة الثانية خلال 24 ساعة. وذكرت مصادر محلية أن أعمدة الدخان تصاعدت من محيط قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي دون ورود معلومات عن حجم الخسائر. وكان هجوم بالقصف الصاروخي استهدف القاعدة أمس الأول، ولم يعرف فيما إذا خلف إصابات أو قتلى في صفوف قوات الاحتلال التي أغلقت المنطقة ورصدتها بالطيران المسير، وقبله بساعات دوى انفجار في معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه قوات الاحتلال قاعدة لها بالريف ذاته. تأتي هذه التطورات في وقت عززت فيه قوات الاحتلال الأمريكي وبشكل كبير قواعدها غير الشرعية في محافظتي دير الزور والحسكة، حيث استقدمت المزيد من الأسلحة والمعدات اللوجستية من العراق، وذلك بعد تزايد عمليات استهدافها خلال الأيام القليلة الماضية. وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتلا جديدا محملا بأسلحة وذخائر ومعدات لوجستية قادما من الأراضي العراقية لدعم قواعدها العسكرية غير الشرعية بريف الحسكة، حسب ما ذكرت وكالة سانا. ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من تل حميس في ريف القامشلي بمحافظة الحسكة أن رتلا مؤلفا من 37 آلية تشمل شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر وأخرى محملة بعتاد لوجستي، إضافة إلى 3 ناقلات تحمل مدرعات عسكرية جديدة و8 ناقلات محملة بصناديق ضخمة مموهة، قدم من الأراضي العراقية وتوجه إلى ناحية تل حميس ومنها إلى عدد من قواعد الاحتلال بريف الحسكة. تواصل ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي ممارساتها القمعية بحق الأهالي من سكان القرى والبلدات التي تحتلها ضمن مناطق الجزيرة السورية، حيث أقدمت على اقتحام عدد من قرى ريف الشداد جنوب الحسكة واختطفت 3 شبان.
وذكرت مصادر أهلية أن ميليشيا قسد اقتحمت قرى عجاجة وعيدان بمحيط مدينة الشداد في الريف الجنوبي للحسكة، واختطفت 3 شبان واقتادتهم إلى معسكرات للتجنيد القسري بهدف زجهم للقتال في صفوفها. ولفتت المصادر إلى أن عمليات الاقتحام تزامنت مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي، وتم تفتيش المنازل وترويع الأهالي في القرى المذكورة. كشف محافظ الحسكة غسان خليل عن جهود جيدة تبذل لإعادة تشغيل محطة مياه علوك في وقت ترددت فيه أنباء بأن وفدا من القوات الروسية الصديقة أجرى اجتماعا مع ضباط من قوات الاحتلال التركي في منطقة علوك بريف رأس العين المحتلة في الحسكة من أجل تشغيل المحطة. أنهت مدينة الحسكة وأريافها يومها 40 دون مياه مع استمرار توقف محطة علوك عن الخدمة للأسبوع 3 على التوالي تزامنا مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة. ويجدد الأهالي مطالبهم بضرورة استمرار الضغط على كل الأطراف لإنهاء معاناتهم وإعادة المياه إلى المنطقة. مي ما في، وعم نعبي الخزان ب 5000 6000 ليره ومو متوفره والله، والله والله صار يجي انا اجيبها مو نظيفه، هاي الحقيقه يعني. وسلامتكم يا اخي. بسبب امراض. والله في امراض، وفي قسم كبير من الاطفال عم تتسمم، عم يصير معها اسهالات، وفي امراض يعني كثيره صارت بسبب هاي المياه اللي عم تجي عم توصل للحسكه. ومعاناه شديده جدا خصوصا بهالجو الحار. ميتين من العطش يعني، مي ما في والحاله صعبه يعني. يعني وضع ماي ما ينطاق يعني بنوب يعني. وضع مأساوي جدا. والله دم بالصهاريج هذول الصهاريج وعلى دح وعلى ابار هذول المرة. معنا صعبة ابو. يعني وضع الحسكة تعيس المرة بالنسبة للمي، بالنسبة للخبز، بالنسبة للكهرباء، وضع تعيس. النور المي الصهاريج اخوي امبارح مرض وداه على المشفى. قال نور المي التسممات. وكشف محافظ الحسكة غسان حليم خليل عن وجود جهود تبذل مع الجانب الروسي ربما تظهر نتائجها خلال يومين، مع التأكيد على الاستمرار بالخطة الحكومية لمواجهة جريمة قطع المياه، فيما طالب مجلس المحافظة المجتمع الدولي بالضغط لإعادة ضخ المياه من محطة علوك. هناك تواصل مع الأصدقاء الروس الذين يتفاوضون مع المحتل التركي، قد يصل إلى نتائج كما علمت، ولكن لا نستطيع أن نستبق الأمور في هذه المسألة. الجهود الحكومية في مجال نقل المياه وهي الحلول التكتيكية هي فيما نقوم به من زيادة عدد الصهاريج، زيادة عدد الخزانات المنتشرة في الشوارع، تقسيم المربع أو مركز المدينة إلى قطاعات كي يتمكن كل مواطن من الحصول على المياه. خلال اليوم أو يومين القادمين قد يكون هناك شيء فيما يتعلق بالحل الاستراتيجي مع المحتل التركي، وسيكون هناك شيء جيد بالنسبة للمواطنين في الحسكة. مجلس المحافظة بدورته العادية الرابعة لهذا اليوم خصص الجزء الأكبر منها لمناقشة موضوع المياه. يعني هذه المشكلة اللي الكل اتفق على أنه جريمة حرب موصوفة، وطبعا احنا ناشدنا سابقا وهلا نقول أنه المنظمات الدولية صمتها مريب. يعني كنا نتوقع كل أعضاء المجلس تكلموا عن هذه النقطة، أنه أهم من موضوع المياه في شيء صمت المنظمات الدولية مريب. يعد سكان الحسكة أيام قطاع المياه والتي ترفع من معاناتهم مع استمرار الجهد الحكومي في إيجاد حلول نهائية للأزمة وإنهاء معاناة السكان في توفير مياه الشرب. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة. في إطار تنفيذ مخططاتها التهويدية تصعد قوات الاحتلال من عمليات هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة بمدينة القدس المحتلة، في ظل تجاهل المجتمع الدولي المطالبات الفلسطينية بالتدخل العاجل لوقف عمليات الهدم التي تؤدي إلى تهجير وتشريد الفلسطينيين، وبضرورة تطبيق القرار الأممي 23-34 الذي يطالب بوقف الاستيطان.
أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بقمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة احتجاجية أمام بوابة معتقل عوفر للمطالبة بالإفراج عن الأسيرة خالدة جرار لحضور مراسم دفن ابنتها سهى البالغة من العمر 31 عاما التي أعلن عن وفاتها في وقت سابق. نشر الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد جديدة من عملية أسر جنديين إسرائيليين في مثل هذه الأيام من عام 2006 في خلة وردة جنوبية لبنان ضمن عملية الوعد الصادق. ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع داخل مركز عزل لمصابي كورونا في أحد مستشفيات محافظة ذي قار جنوب العراق إلى 110 أشخاص، 77 منهم تم التعرف على هوياتهم و33 لم يتم التعرف عليهم بسبب تفحم الجثث. واقع صعب لا يمنح العراق أي متنفس لتخفيف الضغوط عليه. أزمات مختلفة تلاحقه ليأتي حريق مستشفى الإمام الحسين في مدينة الناصرية جنوب العراق ويتوج تلك المعاناة. سحب دخانية كثيفة تصاعدت من المستشفى، نيران كان من الصعب السيطرة عليها في وقت قياسي ليفارق أكثر من 70 شخصا الحياة، عدا عن حالات الإصابة الخطرة الناجمة عن حروق شديدة والمقدرة بالعشرات. سلطات ذي قار أعلنت حالة الطوارئ بعد السيطرة على النيران لأن الأمر لم يقتصر على هذه الحصيلة، فهناك عشرات المرضى في عداد المفقودين، وهذا مؤشر إلى أن احتمالية ارتفاع عدد الضحايا وارد بشكل كبير أثناء عملية البحث. موجة غضب عارمة بعد الإعلان عن سبب الحريق، علت الأصوات المطالبة باستقالة كبار المسؤولين، إذ لم يقتنع العراقيون أن يتكرر السيناريو ذاته ويعيشوا مأساة نيسان الماضي عندما اندلعت النيران في مستشفى ابن الخطيب ببغداد وراح ضحيتها أنذاك 100 شخص بسبب انفجار خزانات الأكسجين أيضا. وربما ينتظر العراقيون نتائج اجتماع الحكومة الطارئ الذي ضم عددا من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية لكشف حيثيات الكارثة المتكررة ومحاسبة المستهترين. أحبطت السلطات الأمنية العراقية تفجير أحد أبراج الكهرباء الذي يصل بين العاصمة بغداد ومحافظة ديالى شرقي البلاد. وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان إن معلومات استخباراتية وردت حول نية تنظيم داعش الإرهابي تفجير أحد الأبراج الرئيسة الفاعلة التي تربط بين بغداد ومحطة القدس الكهربائية في منطقة الوزيرية بين محافظتي ديالى وبغداد قبل أن يتم إحباط المخطط، وأشارت إلى ضبط 8 عبوات ناسفة كانت مزروعة على ركائز البرج الأربع وجرى تفكيكها من قبل خبراء المتفجرات. شنت طائرات العدوان السعودي عدة غارات جوية على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة ما أدى لاستشهاد مدنيين اثنين، كما استهدف طيران العدوان بعدة غارات مديريات في مأرب والجوف والبيضاء. أعوذكم بالله من مخلفات العدوان، واحد استشهد وذي واحد العدوان.
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تعرضه لمحاولتي اغتيال جديدتين خلال الفترة الأخيرة. وقال مادورو في تصريحات صحفية كانوا يستعدون لتنفيذ هجوم في 24 من حزيران يونيو الماضي خلال الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لمعركة كارابوبو، وهو هجوم آخر باستخدام طائرات دون طيار. أثار مقتل المصور الجورجي ألكسندر ليشكاراف اندلاع مناوشات بين أعضاء المعارضة والحزب الحاكم في جورجيا أثناء جلسة برلمان البلاد. تعرضت متاجر في مدينة جوهانسبرغ المركز الاقتصادي لجنوب أفريقيا خلال الليل للنهب، وجرى إغلاق جزء من طريق سريعة مع امتداد أعمال عنف إلى المدينة عقب سجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما. وكان إقليم كوازولو ناتال مسقط رأس زوما هو الذي شهد القدر الأكبر من أعمال العنف، وهو المكان الذي بدأ فيه الرئيس السابق قضاء عقوبة السجن لمدة 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة. واعتبر الحكم على زوما وتنفيذه اختبارا لقدرة الدولة على تطبيق القانون بعدالة في عهد ما بعد الفصل العنصري حتى على سياسيين نافذين، لكن سجن زوما أغضب مؤيديه وكشف انقسامات داخل الحزب. تجوب سيارات تقل رجالا مسلحين الشوارع في غرب المكسيك، إذ عمد مزارعو الأفوكادو إلى حماية أنفسهم من ابتزاز كارتيلات المخدرات التي تمارس العنف بشكل متزايد. ويقوم هؤلاء المزارعون المقنعون حاملين بنادقهم الرشاشة بدوريات لتفقد المناطق الزراعية في دائرة أريو دي روزاليس في ولاية ميتشواكان التي تشهد حربا فعلية بين مهربي المخدرات. المزارعون أقاموا مراكز تفتيش وحفروا خنادق، وعلى الرغم من تصاعد حوادث الاعتداءات اتخذ الرئيس قرارا بعدم إعلان الحرب على الكارتيلات بحجة الإخفاقات السابقة لمثل هذه السياسة. شهدت إصلاحية باركلي في مدينة سيدني الأسترالية حريقا ضخما نشب بأحد أجزائها تبعه أعمال شغب من قبل عدد من المساجين. وفي أعقاب اندلاع الحريق تسلق نحو 14 سجينا إلى سطح المنشأة باستخدام حبال سميكة لتجاوز الأسلاك الشائكة حسب وصف وسائل إعلام محلية. وأظهرت لقطات مصورة المساجين أثناء وقوفهم فوق سطح المبنى قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم من قبل أفراد الشرطة، ولم يعرف حتى الآن السبب الذي أدى لاندلاع الحريق أو غرض السجناء من إطلاق أعمال الشغب تلك. أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي عن تعاونه مع شركة أدوية هندية تعد أكبر مصنع في العالم للقاحات لإنتاج كميات كبيرة من لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لفيروس كورونا. ومن المقرر أن يتم إنتاج أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح الروسي في الهند سنويا، ومن المتوقع إطلاق الدفعة الأولى في أيلول سبتمبر عام 2021 الحالي. تواصل سلالة دلتا من فيروس كورونا الانتشار عبر العالم، وهو ما دفع دولا عدة إلى إعادة فرض تدابير الإغلاق تجنبا لموجات إصابة جديدة بهذه السلالة شديدة العدوى من الفيروس. يسجل عدد الحالات الجديدة مستويات قياسية منذ 3 أيام على الأقل،
هذا وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأوضاع المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تتدهور، متوقعة أن تتحول سلالة دلتا قريبا إلى النسخة المهيمنة في العالم. الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي تم خلاله رصد ارتفاع لعدد الإصابات بكوفيد-19 في العالم. تم تسجيل هذا الارتفاع في 6 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية، كما جرى كذلك تصاعد مؤشر الوفيات بعد أن شهد تراجعا على مدى 10 أسابيع سابقة. نواجه تدهورا لحالة الطوارئ الصحية الخاصة بجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي يعرض الأرواح ووسائل العيش والتعافي العالمي المستدام لخطر متزايد. سلالة دلتا لفيروس كورونا المسبب لعدوى كوفيد-19 سجلت حتى الآن في 104 دول. توقعات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنها ستصبح قريبا النسخة المهيمنة في جميع أنحاء العالم. إلى أخبار الاقتصاد مع خالد حسواني. يسعد مساك. مساك تفضل. شكرا، أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. مجلس الوزراء يقرر في جلسته الأسبوعية تخفيض رسم إجراء فحص البي سي آر ليصبح 50 دولارا للمواطنين السوريين ومن في حكمهم. بمشاركة 54 شركة وغرفة تجارية انطلاق فعاليات المعرض الدولي للشحن والتخليص الجمركي في مدينة المعارض بدمشق. أهلا بكم من جديد. قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية تخفيض رسم إجراء فحص البي سي آر ليصبح 50 دولارا للمواطنين السوريين ومن في حكمهم. هذا ووافق المجلس على تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة جبلة وإضافة 2 ملياري ليرة للاعتمادات المرصودة لمشفى جامعة البعث، كما وافق على طلب المؤسسة العامة للطباعة طباعة وتجليد 6,450,000 نسخة كتاب مدرسي. وكلف المجلس الجهات المعنية إعادة قاعدة بيانات أو إعداد قاعدة بيانات وطنية بالاعتماد على البيانات التي تم توفيرها عبر مشروع البطاقة الإلكترونية. كذلك طلب من وزارة النفط تقديم مذكرة حول واقع الاستثمارات في مجالي النفط والغاز مع الدول الصديقة ليصار إلى دراستها واتخاذ ما يلزم لتطوير التعاون في هذا المجال. انطلق في مدينة المعارض معرض الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف فود إكسبو 2021، وذلك بمشاركة نحو 80 شركة من كبرى الشركات الصناعية الغذائية السورية، ويستمر لغاية 16 من الشهر الجاري. إلى ذلك يتضمن المعرض سلسلة كبيرة من المنتجات الغذائية السورية، إلى جانب المواد الأولية والآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج المتعلقة بالتصنيع الغذائي وتعبئتها وتغليفها. وزير الصناعة زياد صباغ ذكر في تصريح له أن عودة معرض فود إكسبو دليل على انطلاقة جديدة للصناعة السورية وخاصة الغذائية التي تنطلق من الزراعة لتوفير منتجات غذائية صحية للمواطن السوري وتصدير الفائض منها للأسواق الخارجية. عودة هذا المعرض وهذا القلق لهذا المعرض دليل على تعافي الصناعة السورية وانطلاقها من جديد وخاصة الصناعات الغذائية. الزراعة بدون صناعة ما بنقدر نشتغل شيء، لأنه هناك تكامل بين الزراعة والصناعة، والمهم أنه نحن ما نزرع فقط وإنما نزرع السلعة لحتى تكون لخدمة الصناعة. وبالتالي أهمية هذا المعرض هو التكامل للإنتاج الزراعي الصناعي في سوريا، نركز على الصناعات الغذائية التحويلية والصناعات الزراعية الغذائية المشتركة لكي نستطيع أن نصدر إلى الخارج وأيضا لكفاية السوق. طبعا نحن نركز أنه يكون السوق ممتلئ بالبضائع وبأسعار معقولة. معرض فود إكسبو هو من المعارض التخصصية بسوريا اللي عم يطمح فيها القطاع الغذائي أنه يكون نرتفع لمستوى أعلى
نجاري فيها المعارض التخصصية مثل معرض جولفود بدبي، معرض أنوغا بألمانيا، اللي عم يصير فيها المعارض التخصصية كل عام. عودة هاي المعارض وعودة الحياة إلى من المؤشرات الإيجابية، نحن إن شاء الله عدنا للإنتاج بشكل أفضل، وهي فرصة كتير كويسة لأنه نعرض ما هو جديد. كذلك وبمشاركة 54 شركة وغرفة تجارية عربية وأجنبية ومحلية انطلقت فعاليات المعرض الدولي للشحن والتخليص الجمركي على أرض مدينة المعارض بدمشق. المعرض يقام لأول مرة في سوريا، وتصل المساحة التي يقام عليها إلى 1200 متر مربع، ويشارك بالمعرض عدد من الدول منها الأردن ولبنان والعراق وإيران، ويعد فرصة للقاء المصدرين والمستوردين بشركات الشحن والتخليص الجمركي. هذا ويتواصل المعرض حتى يوم الخميس المقبل. شبكة الطرق السورية طبعا بحجمها الكبير بالإضافة للموانئ والمنافذ الحدودية بتشكل نقطة اتصال ما بين آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى نقول إن هي الوسيط أو الناقل من البحر المتوسط لآسيا. طبعا في مشاركه كبيره من الخارج. العمليه تبع هالاجنحه هي نواه المعرض دمشق الدولي القادم، سواء السنه او السنه القادمه. شبكات الطرق اصبحت امنه وفاعله، ونتجه الى تفعيل الحيوي لدور الشحن والترانزيت من سوريا. راح تكون لقاءات ثنائيه مشتركه بين اصحاب الشركات، إضافة إلى عقد حوارات ثنائية يحضرها أصحاب القرار من وزارة النقل لسماع بعض المشاكل التي تعيق انسيابية حركة الشحن والناقلات. التعاون هو طريقة لتقزيم الأسعار وإيجاد آلية لتسهيل مرور البضائع من وإلى الدول المجاورة. نحن شاركنا بالمعرض سبب ترويجي لنشوف الشركات شو عم تعرض، يعني لنشوف المنافسين لنا بالسوق شو عم يقدموا خدمات، ولنقدر نواكب سوق الشحن. هذا القطاع أول مرة بيصير له معرض، ودائما نحن عندنا مشاكل بالشحن، شيء بسبب العقوبات بالقرارات اللي عم تكون كثيرة ومتغيرة يومية. فاليوم ولأول مرة اللي عم نجتمع مع كثير شركات سواء أردنية عراقية، عم نتناقش، بلش اليوم يعني تصور من الافتتاح اليوم. بلغت القيمة المصروفة للأقماح المسلمة من الفلاحين السورية للحبوب وفرع إكثار البذار في محافظة حماة 27 مليار ليرة سورية. هذا ويستمر المصرف الزراعي بعمليات الصرف وفقا للفواتير الواردة، إضافة لتقديم جملة من الخدمات المصرفية الزراعية. يستمر المصرف الزراعي التعاوني في حما وفروعه في مناطق المحافظة بعمليات صرف قيمة الأقماح المسلمة من الفلاحين لمؤسسة الحبوب وفرع إكثار البذر، وسط تسهيلات للصرف لجميع الفواتير ودون تأخير، حيث بلغت القيمة المصروفة 27 مليار ليرة سورية. يستمر المصرف الزراعي التعاوني في فرع حماة وفروعه بالمحافظة بصرف قيم الأقماح الواردة من المؤسس السوري للحبوب ومؤسسة إكثار البذار. وفرع حماة أيضا يقوم بتقبيض فروع محافظة إدلب، كون لا يوجد مصرف زراعي في المحافظة، كما يقوم بصرف قيم الأقماح لفروع الرقة، حيث بلغت صرفيات الفرع لغاية اليوم 16 مليار و 400 مليون الواردة من المؤسس السوري للحبوب. كافة أنواع القروض نحن بنمنحها للمزارعين، أهم هلأ في عنا قروض جرارات أكثر شيء عم تنطلب منا، في عنا قروض المحولات الكهربائية على الآبار عم تركب آبار مرخصة أو مشاتل عم نعطيها كمان ما في مشكل. هلأ معظمها هي قروضنا 70% من قيمتها، بس على الأغلب عم نعطي نحن ل 50 مليون كحد أقصى. الفلاحون طالبوا المعنيين بإعادة النظر في سعر القمح العام القادم بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج لضمان زراعة كميات كبيرة من موسم القمح الاستراتيجي وتوفير مستلزمات الزراعة من المازوت والسمد التي عانى منها الفلاحون هذا العام، إضافة لافتتاح فروع للمصرف في إدلب والرقة لتسهيل حصولهم على المبالغ من محافظاتهم ضمن المناطق المحررة. الأجور غالية، تكاليف الإنتاج غالية،
قلة الأسمدة بالسوق وننوجدت بأسعار خيالية. تسعيرها قليلة ولازم أحسن مشان المازوت والسماد كله غالي غالي غالي. والله ما ناخذ هلق حق حنطة وما حنطة، بس ما يعني ضعيف بالنسبة لأمور الحنطة، وبده يكون لازم أغلى من يكون لحتى يتوفي معنا. الأسمدة غالي، الفلاحة غالي، كل شيء غالي يعني. أهلا وسهلا، رحب فيكم. نحن من فلاحي إدلب، منطقة خان شيخون، ريف خان شيخون الشرقي، جايين نراجع المصرف الزراعي بحمالة نقبض حق الحنطة القمح وردنا، وصعب، وياريت تفتحونا فرع في مصرف خان شيخون إعادة تأهيله. عندي مزرعة أبقار، نأخذ قرض، واليوم إن شاء الله بدي يعطوني أول دفعة. ويقدم المصرف جملة من الخدمات للفلاحين من خلال القروض المتنوعة لعمليات الزراعة ومستلزماتها بنسبة 70% من قيمة المشروع المقدم من المزارعين، خاصة تأهيل الأبار وشراء الجرارات والحصادات وغيرها. تتجمع الشركات الوطنية في السوق الخيري بطرطوس لتكون مقصدا للمواطنين الذين يجدون فيها أسعارا مخفضة ومواد ذات جودة. في ظل ظروف معيشية صعبة ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يأتي سوق الخير في صالة المدينة القديمة في طرطوس ليكون متنفسا لأبناء المحافظة يجدون فيه كافة احتياجاتهم. ظاهرة إيجابية بالمطلق، وأكيد المواطن لما يجي لهون عنده تشكيلة واسعة، أقسام متعددة لكبرى الشركات في سوريا، مشاركة بأسعار كتير مناسبة وأقل من السوق الموازي. تعرفنا بالمعرض بأكثر من شركة، بأكثر من 45 شركة في متواجد في كل الأصناف. مجموعة من العروض اللي هي جميعها منافسة وأسعارها أرخص من أسعار السوق مناسبة العيد. مواد غذائية ومنظفات وألبسة وأحذية تقدمها شركات سورية مشاركة في السوق الخيري بأسعار أقل من الأسواق الخارجية. ظريف والأسعار مناسبة يعني منيحة، في مواد كتير والأسعار كويسة. مهم بهيك وقت يعني بحاجة العالم إنه يكون في فعالية تحرك السوق شوي، يعني تشجع على الشراء والنبيع يعني. إن شاء الله كويسة الأسعار أقل من السوق، الحمد لله تمام. يأمل أبناء المحافظة أن تستمر العروض المقدمة من الشركات وتزداد بنسب أكبر من الحالية، وألا تكون هذه العروض محصورة ضمن أسواق خيرية في ظل حصار اقتصادي صعب أثر ويؤثر على معيشة المواطن وقدرته الشرائية. من طرطوس لقناة سما، علي الكنج. مشاهدينا، أخبار الاقتصاد انتهت، وعودة إلى سامي. شكرا خالد، يعطيك العافية. أهلا بكم من جديد. في محاولة لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، يستثمر عدد من أبناء ريف حماة المساحة المحيطة بمنازلهم لزراعة ما أمكن من المحاصيل الزراعية الموسمية. احنا أولاد الأرض، أولاد الوطن، أولاد الشمس. انت عندنا بالأرض فوق الشمس، فوق منا من الساعة 6 الصبح للساعة 4 المساء. ينسجون من نور الشمس خيوط الأمل، ويحصدون من تراب الأرض ما يخفف عنهم أعباء الظروف المعيشية القاسية. بضع أمتار تحيط بالمنزل حولها هذا الرجل إلى حديقة يزرع فيها عدة أنواع من الخضروات تجنبه غلاء أسعارها في الأسواق. كانت الأسعار جنوني فوق الخيال، إرهاق على مصروف المنزل، فحاولت أني أزرع الأرض. الحمد لله رب العالمين، زرعت كل أنواع المحاصيل، المزروعات الصيفية كلها دون استثناء، من القطة للخيار للبندورة للملفوف للزهرة للنعناع للبقدونس. البقدونس صح صيفي وشتوي. زرعنا البامي والكوسة هنيك. بخبرة الأعوام الطويلة تقف أم محمود إلى جانب صهرها في زراعة المحاصيل والاعتناء بها، لتتمكن ميرنا ربة المنزل من قطف حاجة العائلة منها
يوميا. أنا بالنسبة لي بساعده وبيجي بيستشار عليه ومنتفق عليه على الفكرة. أنا وياه مثلا بدي أزرع درة، خالتي كيف بنشتغل بقول له هو، لأنه ساته متدرب على هالشيء. الحمد لله رب العالمين، في توفير، في توفير زيادة عن اللزوم، ولله الحمد بتكفي هذه القطعة وهذه المزروعات شيء ثلاث عيلة الحمد لله. يعني خففنا شوي عن عبء هالبيت. بيتنا بأطراف الضيعة وجوزي بيطلع برا بكير بيشتغل. أغلب الأحيان الوقت اللي بدي أطلب مثلا خضرة أو هيك بيكون كتير بعيد وما فيني أبعد مثلا إن أجيب، فقرر إنه يحط يزرع كم شغلة بالأرض. والحمد لله وقت المشاهي الله بعته وصار فيه خير، صرت أنا بقى أحوش منه وشوفه وأعمل طالع طبخته بيجي بلاقي الأكل جاهز. معاناة كبيرة يعيشها المواطن السوري نتيجة غلاء أسعار السلع الأساسية تدفعه لإيجاد سبل تسهل عليه أيامه وتزوده بالأمل بمستقبل أفضل. مشاهدينا، النشرة الرئيسية انتهت، نذكر بعناوينها. هجوم جديد على قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي. ومع استمرار جريمة المحتل التركي بقطع المياه، جهود حكومية لإيجاد حلول للأزمة في الحسكة. ارتفاع عدد ضحايا الحريق داخل مركز عزل لمصابي كورونا في العراق إلى 110. شكرا لطيب متابعتكم، إلى اللقاء.